أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت البلاد قد استكملت استقلالها الاقتصادي بسيطرتها الكاملة على ثروتها الاقتصادية، فإنه من الطبيعي أن يتوج هذا الاستقلال بقيام الجامعة باعتبارها مصدر الثروة البشرية. وفي يوم خالد من أيام قطر الحديثة، هو 8 من شهر يونيو عام 77، أضاف سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صرحا حضاريا شامخا إلى صروح التقدم والازدهار في دولة قطر، حيث أصدر القانون الخاص بإنشاء جامعة قطر، وهو القانون الذي حدد مهام الجامعة الجديدة التي أصبح سموه رئيسها الأعلى. إنها جامعة عربية إسلامية ومنارة للفكر الإنساني، تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والعمل على إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء وتشجيع ورقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وتطوير المجتمع، مع الحفاظ على عناصره العربية الأصيلة وتراثه الحضاري الإسلامي العريق، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العربية والأجنبية الدولية. كما قرر القانون الخاص بإنشاء الجامعة أن تضم عددا من الكليات والمعاهد ومراكز البحث، وأجاز القانون أيضا إنشاء فروع للجامعة في دولة قطر وخارجها. ويوجد هناك مصنع خاص لإنتاج الجدران الجاهزة يزود بالدرجة الأولى مباني الجامعة، حيث ينتظر أن يمد الجامعة بمليون قطعة من البناء الجاهز لهذا الصرح الثقافي الضخم الذي هو واحد من مشروعات مستقبل قطر.